في جولة هذا الأسبوع بملاعب الناشئة، انطلاقة مثيرة للشباب في طواف الشارقة الدولي السابع، وجولة يتنازل فيها الشارقة عن صدارة الدوري تحت 16 سنة، والنصر يتوج بطلا لكرة قدم الصالات للشباب، بينما تتواصل تجمعات ألعاب القوى للمراحل العمرية بنادي الثقة ومباريات القوس والسهم في المدام. أولى محطات هذا الأسبوع من ملاعب الناشئة تنطلق من ملاعب كرة القدم، وبالتحديد من مباريات الجولة 14 لدوري تحت 16 سنة، حيث تربع الوصل على صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الثاني الشارقة، والذي تعادل مع شباب الأهلي في قمة مواجهات هذه الجولة. مباراة القمة في الجولة 14 من دوري تحت 16 سنة جمعت الشارقة وشباب الأهلي في ملاعب أكاديمية الشارقة لكرة القدم. المباراة لم تكن لتقبل القسمة على الفريقين. بالنسبة للشارقة الطامح للاحتفاظ بالصدارة المعنوية قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة والحاسمة من عمر البطولة. أما شباب الأهلي صاحب المركز الرابع، الخسارة بالنسبة له اليوم مرفوضة، خصوصاً أن بقائه بين الكبار في مرحلة البلاي أوف مهددة من العين والجزيرة. فترة ما قبل المباراة اختزلت قيمة وأهمية المواجهة للفريقين. الضيف شباب الأهلي دخل أولاً وباشر بعمليات الإحماء التي ركز فيها على التمريرات القصيرة والمتقنة واللعب في مساحات ضيقة. بعد ذلك دخل لاعبو الشارقة. التركيز بدأ على وجوه اللاعبين، ومنهم حارس المرمى راشد روباري الذي كان على أتم الجاهزية والاستعداد مقارنة بزميليه في حراسة المرمى سلطان روباري وسيف المازمي. مساعد المدرب خليل الشماخي وقف مشرفا على تمارين الإحماء للاعبي الشارقة الذين بدت عليهم الثقة في قدرتهم على استعادة الصدارة. بدأت المباراة بين فريق يبحث عن الصدارة وآخر يريد ضمان مقعد في المرحلة التالية من المسابقة. شباب الأهلي كان بدأ المباراة بضغط عالي وكثافة في وسط الملعب، الأمر الذي تراجع معه الشارقة نسبياً. تقدم شباب الأهلي في المباراة وكان الرد حاضراً من لاعبي الشارقة من نقطة الجزاء وبقدم هلال السويدي. تبادل الفريقين الأدوار بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، وبقي الشارقة في المركز الثاني بينما شباب الأهلي رابعاً بفارق نقطة عن العين الخامس ونقطتين عن الجزيرة السادس. في هذه الجولة ضرب الوصل مرمى العين بأربعة أهداف دون مقابل، وفاز الجزيرة على اتحاد كلبا بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة ذاتها فاز عجمان على خرفكان. الحدث الأبرز هذا الأسبوع في إمارة الشارقة كان انطلاقة النسخة السابعة من طواف الشارقة الدولي، والذي أقيم تحت شعار 50 عاماً في حب سلطان. المرحلة الأولى من الطواف خصصت لفئة الشباب وكانت نتائجها مثيرة.
كان الحدث الرياضي الأبرز في إمارة الشارقة هذا الأسبوع هو عودة طواف الشارقة الدولي إلى الواجهة مرة أخرى في نسخة جديدة هي السابعة في تاريخ هذا العرس الرياضي الخاص بأسرة الدراجات الهوائية. انطلاقة الطواف كانت في كورنيش منطقة الممزر. هذه النسخة تزامنت مع الاحتفالات بمرور 50 عام على تولي سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، لذلك حمل الطواف شعار 50 عاما في حب سلطان. المرحلة الأولى للطواف كان محلياً خاص بفئة الشباب، امتدت المسافة فيه إلى 8 كيلومتر و800 متر ضد الساعة، وبمشاركة 36 دراجة مثلوا أندية الشارقة وأبوظبي وخرفكان وشباب الأهلي والنصر والحمرية. الأجواء التنافسية في كواليس الطواف انعكست على أدق التفاصيل التنظيمية والفنية. أطقم الحكام كانوا يتحرون الدقة في عمليات التسجيل والتأكد من نواحي الأمن والسلامة المعتمدة. كذلك كان الوضع بالنسبة للسيد ياسر الدوخي مدير الطواف الذي كان مشرفاً على كل صغيرة وكبيرة مع فريق عمل يضم أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة الإدارية لحدث دولي بحجم طواف الشارقة. الجوانب الفنية في طواف الشارقة وضعت بدقة عالية وبإشراف أحد خبراء هذه الرياضة وهو السيد عبد الرحمن بوشليبي الذي حرص هو الآخر على أن يتواجد بمقربة من الدراجين ونقطة الانطلاقة. انطلق السباق بحضور نخبة من كبار الشخصيات يتقدمهم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلى رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، واللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، والدكتور عبد الرزاق بن رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي. السباق كان محسوماً منذ بدايته الأولى حيث تصدر الدراج خرفكان إبراهيم الرفاعي المشهد وتقدم الجميع تاركاً التشويق والإثارة في المنافسة على المركز الثاني بين عبيد الشامسي من نادي الحمرية وآرون كليمنت من نادي أبوظبي. والله الحمد لله يعني كنا متحمسين ما رمنا ننام الليل بس الحمد لله وصلنا اليوم. أنا المرحلة كانت أهم شيء عندي هو في الوجه لأنه وايد ناس ما يضغطون في الوجه هو في الظهر كل واحد بيضغط. والله السباق صراحة يعني كان شوية صعب لأن الهواء كان زيادة هالوقت، بس الحمد لله يعني قدرت إني أكمله في وقت زين يعني. والله السباق حلو اليوم، كان المنافسة يعني كانت حلوة و مستويات تقريبا كلها متقاربة من بعض. الحمد لله اليوم تقريبا قبل السباق بأسبوعين كان فيني كورونا، لكن الحمد لله حافظت على مستواي وتمرنت وحققت اليوم جيرسيين الأبيض والأصفر، وما شاء الله مشاركة طيبة من الشباب زملائي في الأندية والحمد لله.
الترتيب النهائي للمرحلة الأولى من طواف الشارقة السابع، وهي المرحلة التي خصصت لفئة الشباب، جاء إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان في المركز الأول، وآرون كليمنت من نادي أبوظبي في المركز الثاني، وعبيد الشامسي من نادي الحمرية في المركز الثالث، وفاز عبدالله علي بأفضل زمن لفئة تحت 16 سنة. أسدل الستار في نهاية الأسبوع الماضي عن منافسات دوري كرة القدم للصالات. الجولة الأخيرة شهدت تتويج فريق النصر باللقب بعد فوزه على دبل حصن في مباراة كانت مجرد تحصيل حاصل لموسم تزعمه الموج الأزرق داخل الصالات. عطلة نهاية الأسبوع الماضي شهدت ختام منافسات دوري الشباب لكرة قدم الصالات بالمواجهة التي جمعت فريق النصر وضيفه دبل حصن لحساب الجولة 15 والأخيرة في بطولة الدوري. المباراة كانت محسومة على الورق قبل انطلاقتها، على الرغم من مجيء دبل حصن إلى المباراة من أجل البحث عن نتيجة إيجابية على حساب البطل المتوج. في كرة قدم الصالات عمليات الإحماء تجري بإيقاع سريع يتناسب مع سرعة المباريات وتقلباتها، ولكن في هذه المباراة كل شيء بدأ منتهياً. النصر يسيطر على مجريات اللعب كلياً ولم يترك أي فرصة للاعبي دبل حصن لإدراك ما يمكن إدراكه على مدار شوطي المباراة. النتيجة العريضة على اللوحة الإلكترونية في الصالة المغطاة بنادي النصر كانت معبرة عن وضعية الفريقين على الأرض، وانعكست على معنويات الضيوف الذين أهدروا ركلتي جزاء في الشوط الثاني، الأولى عن طريق اللاعب عبد العزيز المرزوقي والثانية عن طريق اللاعب محمد الظهوري. تصافح الفريقين بعد صافرة نهاية المباراة الأخيرة في الدوري، والتي كانت بالنسبة للنصر مسك ختام موسم تفوق فيه لاعبوه على مستوى فئة الشباب على منافسيهم، وهو ما كان واضحا من خلال الممر الشرفي الذي حظى به من لاعبو فريق المدام وصيف بطل الموسم. توج الأبطال سعادة عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات. تفوز في الدوري شيء مو بسهل، وخاصة إن أول بطولة حق النصر في الصالات سواء في الشباب أو الرديف أو الفريق الأول. والله شيء كبير، والله أول فريق يحقق البطولة هنا عندنا في نادي النصر، بطولة الدوري يعني، الحمد لله رب العالمين. حلم نفس حلم كنا نبغاه حققناه، والكل مجتهد نصيب مثل ما تعرف أنت. دينا المشوار بصعوبة، بس إنه مع المدرب مع طاقم تدريب سوينا اللي علينا وأدينا اللي علينا وفزنا الحمد لله ويبنا البطل. ما في شيء بسهولة يعني، الشغل يعني مثل ما تقول هذا الفريق موجود يعني من تقريبا أكثر من سنتين، وكل مرة كل سنة يعني نوصل للنهائي أو المركز الثاني أو الكاس، بس ما حصلنا الدوري، وهاي السنة يعني حصلنا الدوري. هاي يعني مجهود يعني ثلاث سنوات قبل هذه السنة. في باقي مباريات الجولة الأخيرة من دوري الصالات للشباب، فاز فريق المدام على البطائح بخمسة أهداف مقابل هدفين، واتحاد كلبة مع خورفكان في مباراة ديربي سجل فيها الطرفان هدفين في مرمى الآخر. We'll be right back.
افتتح إيكر كاسياس أسطورة حراس مرمى ريال مدريد الأسباني مشروعه الخاص في دبي، والمتمثل بنظام تدريب حراس المرمى في الأندية والمنتخبات الوطنية، خطوة لاقت إقبال كبير في الحصة التدريبية الأولى من اللاعبين الشباب ومدربي حراس المرمى. أطلق أسطورة حراس مرمى نادي ريال مدريد الأسباني كاسياس هذا الأسبوع مشروعه الخاص في دبي، والمتمثل في برنامج تدريبي يتضمن نظام تدريب حراس المرمى. أطلق كاسياس هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ليصبح أول برنامج تدريبي من نوعه للنجم العالمي خارج بلاده أسبانيا. يستهدف البرنامج حراس المرمى والمدربين بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية. شارك في الحصة التدريبية الأولى التي أشرف عليها كاسياس 42 حارس مرمى من الناشئين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و18 عاماً، بالإضافة إلى مجموعة مدربين من مختلف الأندية الرياضية المحلية وأكاديمية كرة القدم الخاصة. لدى إيكر كاسياس سجل حافل بالألقاب سواء مع نادي ريال مدريد أو مع منتخب أسبانيا، حيث توج بلقب كأس العالم 2010 ولقبين لأمم أوروبا 2008 و2012، وتوج بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين في السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقب كأس العالم للأندية. أقيمت في نادي الثقة للمعاقين الأسبوع الماضي بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى للمراحل العمرية. المباريات جمعت فئتي الشباب والأشبال لكلا الجنسين، وتنوعت المنافسات بين سباقات المضمار ومنافسات القفز والوثب، بالإضافة إلى مسابقات الرمي. حدث آخر كان في ضيافة الشارقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، هذه المرة كاميرا ملاعب الناشئة تواجدت في نادي الثقة للمعاقين هنا، حيث تزين مدخل النادي بصور عبدالله العرياني ومحمد القايد أبطال الذهب البارالمبي. في مضمار نادي الثقة للمعاقين نظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى منافسات بطولة الدولة الفرقية لفئتي الشباب والأشبال من كلا الجنسين، وهي الاستحقاق الخامس في أجندة الاتحاد للموسم الرياضي الحالي 2021-2022. البطولة تضمنت سباقات المضمار للمسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة، بالإضافة إلى مسابقات الرمي للقلة والرمح بواقع 12 سباق جري في المضمار و6 مسابقات وثب و8 مسابقات رمي. وشهدت المنافسات ظهور لاعبي الأندية والأكاديميات الخاصة في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مسابقات ألعاب القوى الإماراتية. الأجواء التي سادت المكان على مدار يومين اتسمت بالجدية، انطلاقا من عمليات قيد وتسجيل اللاعبين وحتى إجراءات التدقيق على اللاعبين قبل بداية المنافسات، وصولاً إلى الدقة في قياس المسافات والأزمنة المسجلة. لم تكن عمليات الوصول إلى منصات التتويج في نهاية اليوم بالأمر السهل، فعلاوة على تحدي الزمن في مضمار الجري والمسافة على مستوى منافسات الرمي، واجه بعض اللاعبين الشبان قرارات استبعاد وتسجيل محاولات خاطئة من أطقم الحكام. طبعاً اليوم أنا سعيدة لأني شاركت في بطولة ألعاب القوة وجبت المركز الثاني والثالث في السرعة 100 متر وفي وثب عالي. اليوم شاركت مسابقة رمي الجلة وفزت بالمركز الثاني، وإن شاء الله المرة الجاية أفوز بالمركز الأول. اليوم حققت ذهبية في المضمار في 100 متر وإن شاء الله باشر بلعب 200 والله يوفقنا إن شاء الله. حصيلة الميداليات في سباقات المسافات القصيرة جاء على النحو التالي لفئة الشباب، حيث توج نادي الإمارات في سباق 110 متر حواجز، ونادي الوصل في سباق 100 متر، أما النصر توج في سباقي 400 متر و400 متر تتابع.
في المسافات المتوسطة حصل النصر على المركز الأول في سباق 1500 متر ونادي الجزيرة الحمراء على ذهبية سباق 5000 متر. وعلى مستوى مسابقات الرمي حصل نادي النصر على ذهبية رمي القلة ونادي الجزيرة الحمراء على ذهبية رمي الرمح، بينما توج نادي الشارقة بذهبية الوثب الطويل. استضاف نادي المدام الرياضي الثقافي مطلع هذا الأسبوع مباريات الجولة الرابعة من كأس الإمارات للقوس والسهم بمشاركة 89 لاعب ولاعبة يمثلون 15 نادي من مختلف إمارات الدولة. رحلة الناشئة هذا الأسبوع متواصلة في مناطق الشارقة. أقيمت مباريات المرحلة الرابعة من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم في ميادين نادي المدام الثقافي الرياضي بالمنطقة الوسطى. على مدار يومين استضاف نادي المدام منافسات رياضة القوس والسهم لأربع فئات عمرية مختلفة، هي الرجال والسيدات في القوس الأولمبي والقوس المركب، ومنافسات الشباب من كلا الجنسين في القوس الأولمبي، ومباريات الناشئين والناشئات في القوس الأولمبي والمركب. البطولة كانت بمثابة تجمع رياضي نظمه اتحاد الإمارات للقوس والسهم، حيث أشرفت لجنة المسابقات على العملية التنظيمية للبطولة التي شهدت تسجيل 89 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 نادياً من مختلف إمارات الدولة. كان نصيب الأسد منها لأندية إمارة الشارقة بواقع 9 أندية. والله البطولة اليوم كانت صعبة وفيها تنافس شديد يعني، ولكن الحمد لله على آخر نهاية رمنا نحقق. صح أن المباراة كانت صعبة يعني 6-4، لكن يبنى الفوز. اليوم حققت ميدالية الجولد على مسافة 60 متر الأولان. المشاركين ما شاء الله عليهم كلهم كانوا يعني يتحدون وأقوياء ما شاء الله عليهم، كان منافسة يعني قوية، لكن الحمد لله. مشاركتي اليوم كانت جميلة مثل ما كنت أتمنى، لعبي كان زين وكل شيء كان زين، فبنهاية المركز الذهبي هو شيء يفرحني. اليوم نحن جدا سعداء باختتام الجولة الرابعة لكأس الإمارات للقوس والسهم، وتكمن سعادتنا بعدة أشياء. أولها وجود البطولة في هذا الملعب الجديد اللي هو أتى بمكرمة من سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فله كل الشكر وله كل التقدير. وفرحة اللاعبين اليوم بهذا المكان المهيئ لممارسة القوس حقيقة يعني كبيرة جدا، وهذا الملعب بيكون إن شاء الله رافد لأنشطة الاتحاد في البطولة القادمة. البطولة كانت حلوة منظمة يعني من قبل الاتحاد في نادي المدام، نافست لعيبة يعني كانوا جاهزين وحققت بفضل الله المركز الثاني في فئة تحت 21. البطولة الحمد لله لاقت نجاح كبير بشهادة الجميع، واليوم وزعنا الجوائز على الفائزين وبحضور رئيس اتحاد القوس والسهم وأعضاء مجلس إدارة نادي المدام. نوجه الشكر لاتحاد القوس والسهم على هذه الثقة التي أولاها للنادي لتنظيم هذه البطولة، والنادي الحمد لله مجهز من جميع النواحي على استضافة بطولات أخرى وبطولات أكبر حتى من هذه البطولة. كانت اليوم كانت حماسية، كنا واثقين من عمارنا أن نشد على عمارنا وإن نرمي بقوة، والله كنت واثق من نفسي أني سوف أحصل على الميدالية البرونز، وحصلت على اللي أقدر عليه وهذا اللي قدرت أسويه. والله ميدالية سيلفر والله، وكانت المنافسة صعبة ورمينا سهم بسهم، فهذا اللي الله كتبه. جاءت نتائج المنافسة في المرحلة الرابعة من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم في الفئة العمرية على النحو التالي. في مباريات القوس الأولمبي تحت 18 سنة توج يوسف عبدالله فريد من نادي الفجيرة بالمركز الأول.
وعلى مستوى الفتيات حصلت عاشة خميس سالم على المركز الأول. وضمن فئة تحت 15 سنة توج حسن إبراهيم من نادي الشارقة بالمركز الأول، في حين توجت شيخة خلفان محمد من نادي البجيرة على مستوى الفتيات. وعلى مستوى فئة 13 سنة ذكور حصل مطر خليفة سالم من نادي المدام على المركز الأول. بينما في مباريات القوس المركب تحت 18 سنة حصل سهيل سالم على المركز الأول. وصلنا إلى ختام حلقتنا من ملاعب الناشئة لهذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.